أفلح من ذكر محمدا وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. على محبة محمد وآله الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولانا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا من لجأ إلى حصنكم. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا، يا سليب العمامة والردا، غريب يا مظلوم كربلاء، لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها، هدمت قواعدها يا وطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارها يا فإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها يا مولاي، ما سن الضلايا ما وال سوى، مولاي ما سن الضلال سوى يا الأولى، هجموا على الطغر البتولة دارها يا
قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا يا وقد سلب المصائب قرارها يا رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها عصر ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها يا با قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا فليتك تنظر استعبارها يا بابا سيدي يا صاحب الأمر والعبد سود متنها فاستنصرت أسفا فليتك تسمع استنصارها يا با فقضيت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثارها يا با يرى الثار فات الثار دنشر رايتك وظهر تدري والخبر عندك ابرت البايا ابشد كسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول الصار صار الحكم لعداك وموضل جدايك جليس الدار يوم القام جوليكم شبوا بابكم بالنار هاي قلوبنا للساب ذيك النار تتوجر من نار الاصدور تهيج غيرك ما لنا شاره نعتب واحنا ندري بيك قلبك يلتب ناره ندري بيك من تذكر صدر امك ومسمارة تهيج تريد بس رخصة من الله تريد بس تظهر ويا الشمس اخبرك سيد بروحي شمس هاي الهضم والحزن وفراقك شمس هاي شمس متى تطلع من المغرب شمس هاي وتطلب ثارها الزهراء يا
عشاب هضم وبضايم هالدنيا نعشا ولا يوم الفرح روحي نعشا نعشا على الشالة وبني الأظلم نعشا ودفن أبلي الحماي الحمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. حديثنا ما راح يكون تفسير متكامل لهذه السورة المباركة بقدر ما هو جملة من الإشارات والأمور التي نرى بحسب تقديرنا أنها مهمة في فهم السورة المباركة وفي التوجه إلى هذه الليلة المباركة. أول نقطة، نحن لا نشك في أن الزمان أجزاء متساوية، يعني ماكو قطعة من الزمان لها شرف ذاتي على قطعة أخرى من الزمان، بل هو من الأساس الزمان عبارة عن شيء اعتباري مو شيء حقيقي. لأنه إحنا شلون نحسب الزمن؟ نحسب الزمن بحسب حركة الفلك، مثلا هنا بالأرض سوي ليل ونهار وأشهر وإلى آخره بحسب حركة الشمس أو بحسب حركة القمر. فالزمان في واقع الأمر عبارة هو عن حساب الحركة، فإذا هو في نفسه ما إلى شرف ذاتي، يعني نجد قطعة من الزمان أشرف بذاتها من القطعة الأخرى. تماما الكلام نفسه يقال بالنسبة للأرض. الأرض الآن بغض النظر عن الجانب المادي فيها، مثلا هذه أرض خصبة تكون أفضل من أرض مالحة عند المزارع مثلا عند الفلاح، وقد تكون الأرض المالحة عند غير الفلاح أحسن من الأرض شنو الخصبة، بعد كل واحد بحسب منفعته ومصلحته. لا، بغض النظر عن هذا الجانب المادي، الأرض هم نفس الشيء، كل قطعها متساوية، ماكو قطعة لها شرف ذاتي على القطعة الأخرى، وإنما يأتي الشرف إليها منين؟ يأتي الشرف إليها من انتسابها إلى أمر شريف، تأتي القداسة إليها من انتسابها إلى أرض إلى أمر مقدس. الكعبة الشريفة قطعة من الأرض على حال بقية القطع، ولكن صارت لها قداسة خاصة. لماذا؟ لأن الله اختارها أن تكون ماذا؟ بيتا له ومطافا للحجاج الذين يقصدون ربهم. هاي الأرض اللي أنتم الآن تجلسون فيها حال حال بقية قطع الأرض، لكن لما انتسبت إلى الله عز وجل بما أنها مسجد ومصلى له، وانتسبت إلى الإمام الحسين عليه السلام بما هي حسينية باسمه، صارت لها شرفية وقدسية. كذلك الزمان، مثل الكلام في الأرض كذلك الزمان، شرفية والقدسية اللي تكون لقطع الزمان باعتبار أن تكون ظرفا لأمر شريف، باعتبار أن تكون ظرفا لأمر مقدس. ليلة القدر كبقية الليالي، لكن لما صارت ظرفا لنزول القرآن نالت شرفا وقدسية منيا؟ من شرف القرآن ومن قدسية القرآن. لما كان الظرف لنزول المقدرات كما سنوضح أيضا بهذا الاعتبار نالت شرفا، باعتبار أن نزول المقدرات يكون على النبي صلى الله عليه وآله، ويكون على الوصي بعد النبي على الأئمة صلوات الله عليهم. فالشرفية تحصل من هذا الأمر، من هذا النزول، من هذا التقدير.
ومن هنا صارت ليلة القدر شريفة وليلة مقدسة وليلة لها قيمتها الكبرى، بحيث صارت تفوق بقية قطع الزمان الأخرى، بقية الليالي، بقية الأيام، لهذه الشرفية التي حصلت عليها بواسطة كونها ظرفا لنزول القرآن ولنزول المقدرات الإلهية فيها. هذا المعنى يكون واضح. من هنا نجيب على نقطة يثيرها يعني حتى بعض المسلمين، أنه الآن هذه الليلة ليلة واحدة بحسب القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مو في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة شنو مباركة، إنا كنا منذرين. إذن هي ليلة واحدة بحسب القرآن، وإذا كان كذلك ربما حصل تعدد لتلك الليلة، يحصل تعدد. شلون هذا التعدد يحصل؟ يقول لك مثلا من يصير اختلاف برؤية الهلال فيحصل عندئذ تعدد، فكيف للإنسان أن يحقق العبادة في ليلة القدر؟ طبعا هذا السؤال مو حديث، مو معاصر، وإنما هو سؤال قديم سئل عنه الإمام الصادق عليه السلام. فماذا أجاب الإمام؟ الإمام صلوات الله عليه لما سئل أول مرة، السائل ولعله في باله هو أبو بصير، أراد تحديد الليلة بالضبط، قال له يا ليلة، ليلة القدر، قال له الإمام سلام الله عليه اطلبها في ليلة 21 وليلة 23. قال له وحدة، حدد له وحدة. قال ما أيسر ما تطلب في ليلتين، يعني أنت جاي تطلب عبادة وهذه العبادة أفضل من ألف شهر، جاي تطلب عطاء رباني جزيل في هذه الليلة، غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، قضاء الحوائج، وأهمها كلها غفران الذنوب، أن الإنسان يصير صفحته بيضاء. قال له ما أيسر ما تطلب في ليلتين، أنت كلف نفسك ليلتين. ظل الراوي حاول يعني يأخذ من الإمام الجواب القطعي، أي ليلة هي؟ قال له مو إحنا ربما اختلفت الرؤية، يعني مثلا نحن في هذا البلد يصادف عندنا ليلة 21، لكن في بلد آخر يصادف ليلة شنو 22، فتختلف الرؤية. فما أدري أنا بعد، كون على حساب ذاك البلد أحسب ليلة 21، وعلى حساب بلدي شنو هم أحسب ليلة 21، وهكذا ليلة 23. قال له فربما اختلفت الرؤية. الإمام سلام الله عليه أقره على اختلاف الرؤية، ماكو إشكال. قال لي أي ممكن يصير اختلاف بالرؤية، وأن كل رؤية حجة على أهل بلد، على أهل البلد اللي هم رأوها، على هذا المبنى المعروف عند جملة وافرة من علمائنا بأنه هناك تعدد بالآفاق. فعلى هذا المبنى، الرواية جاية على المبنى منسجمة وياه، ايش قال له الإمام سلام الله عليه؟ قال له ما أيسر ما تطلب في أربع ليالي. أربع ليالي هم سهلة، الراوي راد يطلع له ليلة واحدة. بالأول قال له الإمام ليلتين، قال له أخوه هواي يعني حدد لي ليلة، ما حدد له. قال له ما أيسر أن تطلب في ليلتين. بعدين حاول نعم شوية يوسع الدائرة حتى بلكي الإمام يعين له ليلة حتى يجاوبه جواب قطعي. قال له مو تختلف الرؤية وتصير بعد ليلة 21 مرتين، ليلة 23 شنو مرتين، فصير أربع ليالي. قال الإمام ما أيسر ما تطلب في أربع ليالي أو في أربعة ليالي، سهلة أربعة ليالي أنت تقومها لأجل أن تحصل على نتيجة هي عبارة عن عبادة ألف شهر أو أفضل من عبادة ألف شهر، أكثر من 83 سنة عمر إنسان معمر، هم بالنسبة لل أعمار المتأخرة، عمر إنسان معمر 83 سنة. إذن هذه القضية محلولة على فرض تعدد الرؤية. الإمام صلوات الله عليه بناء على الرواية يقول إذا أنت أردت احتط
واجمع بين أربعة ليالي، عندئذ تحصل على ما تريد. هذه قضية. قضية ثانية اللي تثار أيضا، يقولون هي الليلة واحدة، مع أنه الآن حتى لو الرؤية اتحدت الليل راح يختلف. شلون الليل يختلف؟ يعني لما يصير إحنا عندنا ليل، ها، أفرض أن آخر الليل عندنا يطلع الفجر، يا الله يبدي الليل في بعض أقسام أمريكا، مو لولا، فراح يصير ليلتين، راح يصير ليلتين عندئذ. إحنا الآن عندنا أفرض ليلة 23 ملنا إلى أن يطلع الفجر عندنا، ها، يا الله يبدي شنو؟ ليلة 23 في الجهة الأخرى من الأرض. فشنو راح يصير؟ شلون ليلة واحدة وشلون راح يصير ليلتين حتى مع كون الرؤية واحدة لكل الأرض؟ العلماء أجابوا عن هذا السؤال بأنه الآية المباركة عندما تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الآية تصدق على الليل برمته، يعني الليل حالة كونية تبدأ من نقطة بالأرض وتستمر إلى أن ترجع إلى تلك النقطة. يعني إذا بدينا نحسب الليل، افرض من اليابان دخل الليل من هناك من اليابان، نحسب هذا الليل كله منها إلى أن يطلع منين؟ من أمريكا. هذا كل ليل واحد متصل. غاية ما في الأمر شنو؟ غاية ما في الأمر أنه كل جزء من الأرض راح يمر به الليل قبل غيره، وإلا هو حالة كونية واحدة وليل متصل. نفس الكلام يقال بالنسبة للنهار، ولذا هذا الإشكال ما إلى معنى من أصله، خصوصا إذا لاحظنا شيء أن في بعض الروايات الشريفة، كما إذا تراجعون كتاب المراقبات يذكر أن بعض الروايات الشريفة عبرت بأن شرف يوم القدر لا يقل عن شرف شنو؟ ليلة القدر. ليش؟ لأنه اللي لما يصير عندنا إحنا نهار القدر بعد ليلة القدر شنو؟ ما زالت مستمرة في الجزء الآخر، وهذا يساعد على هذا الفهم أن هذه ليلة واحدة حالة كونية واحدة، يبدأ الليل من نقطة وينتهي عند نقطة. ومن هنا أخو ماكو إشكال، يبقى أنه في الأماكن اللي يكون بها الليل مستمر شلون؟ في الأماكن اللي يصير بها النهار مستمر شلون؟ يقولون بعض البلاد مثلا قريبة من القطب الشمالي عتهم ربما يصير الليل عدة أشهر والنهار يصير شنو؟ عدة أشهر، مو عتهم ليل ونهار مثلنا بحكم أنهم قريبين على من؟ أنهم قريبون من القطب، القطب الشمالي. هذا شلون حكمه؟ العلماء تعرضوا لهذا المعنى، هذه مو بس مشكلة ليلة القدر، مشكلة حتى الصلوات، مشكلة الصوم، باعتبار أن العبادات الشرعية مرتبطة بأوقات تتعلق بالليل والنهار. العلماء حلوا هذه المسألة، وموجودة الحلول لمن شاء وأحب أن يطلع، ولا يضير ذلك أصل الأحكام الإسلامية. بعضهم يحاول يقول لما تصير قضايا تخرق الأحكام الإسلامية فهذا دليل على أنه الأحكام شنو؟ ما منطبقة مع واقع الحياة على الأرض. إحنا شن جاوب؟ نجاوب يقول لا، الأحكام الإسلامية شرعت للحالة المعروفة المألوفة. الإنسان بعدين وراء سنين متطاولة بنا يوصل للقطب وتختلف عند الأحوال، هذا ما يقدح في أحكام الإسلام. الإسلام شرع للحالة شنو؟ المألوفة والمعروفة، تماما مثل ما الآن أنت من تروح بكل القوانين والدوائر من يسوون أوقات للدوام وأوقات للإجازة وأوقات للراحة والاستراحة، شي يرتبوها على الحالة شنو؟ المألوفة، ما يرتبوها على الحالة الشاذة، على الحالة المألوفة العامة الأكثرية. زين، على كل حال ما نريد نفيض بهذه النقطة كثيرا، وجوابها نعم ميسور لمن أحب أن يطلع. هذه نقطة. النقطة الثانية التي هي محل كلامنا،
أنه الآية المباركة أو السورة المباركة عفوا جعلت ليلة القدر ظرفا لنزول القرآن، مع أنه نحن نعلم بأن القرآن الكريم شنو نزل في 23 سنة مدة بعثة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله بعث بالقرآن واستمر نزول القرآن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله، مدة البعثة كلها 23 سنة. والقرآن في هذه الفترة شنو نزل منجما أو نجوما، شنو يعني؟ يعني مفرق مفصل على الحوادث بحسب المناسبات. شلون نزل دفعة واحدة في ليلة القدر؟ شنو يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أنزلناه في ليلة القدر وما نزل كله بليلة القدر، أنزلناه في ليلة مباركة هو ما نزل كله بليلة مباركة، وإنما هو نزل مفرقا خلال 23 سنة. الروايات الشريفة أجابت بجواب، ما هو هذا الجواب؟ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أكثر من رواية، وعن الإمام الكاظم عليه السلام. حاصل هذه الروايات أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة وين؟ إلى البيت المعمور. بيت المعمور وين هذا البيت المعمور؟ الروايات أيضا مختلفة، بعضها يقول هي في السماء، هو في السماء الدنيا أي أول سماء، بعضها يقول في السماء الرابعة، فد رواية تقول بالسماء السابعة. على كل حال في البيت المعمور. زين، فنزول جملة واحدة كان وين؟ إلى البيت المعمور، ثم نزل ماذا؟ نزل مفرقا على الحوادث. طبعا على هذا الترتيب بعد ماكو مشكلة، فالآية لما تقول أنزلناه في ليلة مباركة أو تقول أنزلناه في ليلة القدر، عندئذ هي تتحدث عن جملة القرآن. بعض آراء العامة يعني علماء العامة يقولون لا، مقصود أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتداء نزوله في ليلة القدر. علماؤنا مفسرون يقولون هذا خلاف ظاهر القرآن. القرآن لما يقول إنا أنزلناه واضح أنه شريد كل القرآن، أما أنه إحنا ابتدأنا بنزوله هذا المعنى خلاف ظاهر الآية المباركة. وإذا خلاف ظاهر الآية ما نقدر إحنا نحمل الآية على خلاف ظاهرها إلا بدليل. هنا شوية ألفت نظر الأخوة، وبات بعض الأخوة من المتعلمين مثقفين يقرأ بالقرآن ويتأمل، لا بأس، تدبر بالقرآن مطلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب شنو أقفالها؟ لكن هذا التدبر مو معناه أن نحمل القرآن معنى معين، هذا المعنى المعين مع لدليل. يعني مثلا جاء واحد يقرأ في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات شنو في العقد. هو صار بباله طلع براسه معنى شنو؟ أن النفاثات إشارة إلى الطائرات النفاثة، سوى يحاول شنو أن يجعل القرآن نعم ملفت النظر إلى بعض العلوم المتقدمة اللي ما كانت في ذاك الزمان. بتعبير واضح كأنه في القرآن إعجاز علمي، لأنه تحدث عن مخترعات بعدين حصلت ما كانت في زمان نزوله. لكن هذا الفهم يراد لدليل. إحنا الآية المباركة واضح النفاثات في العقد، ظاهره أكو عقد، وهذه العقد هناك من ينفث فيها ينفخ فيها، والمعنى هذا كان موجود مراد به هذن اللي استعمل للسحر وينفثن في العقد. لأجل ماذا؟ لأجل أن يتم السحر مالتن على الطريقة المعروفة عتن. سآني لما أحمل على خلاف ظاهره لازم شنو؟ لازم عندي دليل.
مو من حقي ولا من حقك أن أحمل القرآن معنى لمجرد أكو شنو فد مناسبة معينة، ما لم يكن ظاهر القرآن محتملا لذلك المعنى ما أقدر، وإلا راح يصير تفسير بالرأي، واللي يفسر القرآن برأيه حتى لو أصاب هو شنو مخطئ. فالمعنى اللي هو خلاف الظاهر شي يحتاج له دليل، شنو تقول للدليل؟ أقول لك دليل كنت تجيني رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، تجيني رواية عن المعصوم سلام الله عليه، مثلا الآية المباركة اللي تقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. احنا ظاهر الحال شنو؟ هاي كل نفس مطمئنة، كل نفس اطمئنة بالإيمان، كل نفس بلغت ذروة من الإيمان والكمال والتكامل، هذه ينطبق عليها أنها نفس مطمئنة. أما يجي واحد يقول يا بتر المقصود يا أيتها النفس المطمئنة منه، ها المقصود هو الإمام الحسين صلوات الله عليه، أقول له إذا ما عندي رواية ما أخذ بها، لكن أنا راح أخذ بي. ليش؟ لأن عندي رواية عن المعصوم، والمعصوم هو وحده اللي إلى حق شنو؟ اللي إلى حق أن يدلنا على معنى لا يدل عليه ظاهر القرآن، وإلا مو من حق كل واحد أن يأخذ من القرآن على خلاف ظاهره، إلا أن يكون هذا الظاهر شنو ما ممكن آخذ به، كما أفرض في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. طبعا إحنا بحسب العقيدة ما نقدر نأخذ بظاهر القرآن ونقول الله عنده يد، لأن إحنا عقيدتنا أن الله ليس بجسم، وهذه العقيدة عقيدة قطعية مقطوع بها يقينية، فلابد أن أؤول ظاهر القرآن وأقول هنا مجاز، يد الله يعني قدرة الله قوة الله عز وجل. فإذا هذين نقطتين كنا نلتفت إليها، أن هذا اللي حمل القرآن على ظاهره، أما لأن الظاهر ما أقدر ألتزم به يخالف حقيقة قطعية يقينية، أو لأن الظاهر جاء خلاف الظاهر جاء تفسيرا منين؟ من المعصوم سلام الله عليه، ما عدا ذلك مو من حقي أن أتكلم في القرآن بحسب ما يلج في رأيي وفي بالي. ومن هنا أرجع للآية المباركة اللي تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية تقول كل القرآن نزل في ليلة القدر، سآني أقول ابتداء النزول هذا خلاف الظاهر، كن يحتاج إلى دليل، دليل مفقود، بل الدليل قائم على الضد، وهو أن القرآن كله نزل دفعة واحدة غايته وين؟ إلى البيت المعمور. بعض علمائنا كصاحب تفسير الميزان وصاحب تفسير الأمثل قالوا القرآن الكريم إلى نزول مرتين وإلى نزول دفعة واحدة، بس وين؟ إلى قلب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. يا هذا شنو دليله؟ يقول إذا واحد يتابع القرآن يلقى دليل، مثلا الله عز وجل شو يقول له للنبي صلى الله عليه وآله؟ يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. شنو معنى الآية المباركة؟ يقول له أنت لا تبلغ شيء من القرآن للناس قبل ما أنا أرسل إليك الوحي ويؤمرك بمن بالتبليغ. شنو معنى هذا؟ الآية واضحة بأن النبي صلى الله عليه وآله على علم بالقرآن، غايته هو مأمور بماذا؟ بأن لا يبلغ إلا بعد أن يقضى إليه الوحي. هاي واحد. مثلا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، ها فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقولون هاي لا تحرك به لسانك شنو المعنى؟ هسه اكو روايات عند العامة شوية روايات غريبة. شنو هاي الرواية الغريبة؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخاف من ينزل عليه الوحي، خاف أنه ينسى، ولذلك كان يردد ويا جبرائيل حتى يحفظ. احنا هذا المعنى ما نقدر ناخذ به. ليش؟
لأن النبي بلا شك يعلم بأن الله عندما يوحي إليه هو المسؤول عن أن يستقر الوحي في قلبه، في ذاكرته، في حافظته، فما ممكن يكون يخالج النبي شك بأن الله عز وجل يوحي إليه وهو شنو ينسى الوحي، ما ممكن. قبل ليلة أو أكثر أنا أقرأ في بعض الأماكن، يعني أقرأ بعض المواقع بالأنترنت، فلقيت واحد مسيحي لازم له رواية من البخاري. شنو الرواية من البخاري؟ تتحدث عن ليلة القدر. ليلة القدر احنا ما معلومة، ما معينة عندنا، بس احنا الشيعة الإمامية كأنما عندنا إجماع أن ليلة القدر واحدة من ثلاث، لو ليلة 19، لو 21، لو شنو 23. أما عند الطرف الآخر من المسلمين لا، عندهم اختلاف، بتعبير السيد الطبطبائي عندهم اختلاف عجيب ما يمكن الجمع بين أطرافه، وإن كان المشهور عندهم ليلة شنو 27، لكنه إذا تقرأ في المصادر تجد اختلافا عجيبا غريبا في قضية ليلة القدر. المهم أكو رواية بالبخاري، شنو الرواية؟ الرواية تقول أنه النبي صلى الله عليه وآله طلع للمسلمين، طلع شنو؟ حتى يقولهم يا ليلة بالضبط هي ليلة القدر. لما طلع شاف اثنين يتلاحيان، شنو يعني يتلاحيان؟ يعني يتعاركون باللسان، بيناتهم مشادة كلامية. فيقول النبي بحسب رواية البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله إني خرجت لكي أعلمكم بليلة القدر فوجدت فلان وفلان يتلاحيان فأنسيتها، نسيتها. هذه رواية بالبخاري. برواية صحيح مسلم لا، يقول أنا كنت نايم فأخبرت بنومي بليلة القدر، لكن إجا بعض أهلي أيقظني فنسيتها. وهي غريبة، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وآله يتعرض لنسيان الوحي. تدري هذا المسيحي اللي نقل هاي الروايات تعرفش عبر تعبير صعب، يعني قال يعني إذا النبي شاف الاثنين يتعاركون نسى ليلة القدر، إذا شاف لعشرة يتعاركون يعني ينسى القرآن كله. هو حقه يجي عبر بالفعل شنو يعني مسيحي؟ الله عز وجل يوحي والنبي ينسى، كارثة هذه. ومن ها هنا نفهم أن هؤلاء اللي يتصورون أن النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن ينسى القرآن يفتحون بابا للطعن بنبوة النبي وبرسالته وبالقرآن وبكل شيء. وبالفعل هذه الروايات المنبثة في كتب بعض المسلمين هي سبب من الأسباب الداعية إلى الطعن في الإسلام. ستقول لك شنو، احنا رواياتنا بريئة من هذا المعنى؟ ما عندنا يعني بعض الروايات اللي تكون مشكلة؟ الجواب نعم ممكن، ما أقول ماكو، لكن احنا الشيعة الإمامية عندنا فت قضية كنا نلتفت إليها. شنو هذه القضية؟ انه ما عندنا أنا كتاب صحيح واحد. الطرف الآخر يعيرنا يقول ما عندكم صحيح، احنا عندنا صحيح البخاري، عندنا صحيح مسلم، انتم ولا كتاب واحد عندكم تعبرون عنه شنو صحيح، فيعتبر هذه سبة. لكن بالعكس هذه منقبة. ليش منقبة؟ لأنه أنا لما أحكم على كتاب بأنه كله صحيح، تدري شلون يصير عقبة أمامي خليني ألتزم بالتزامات عجيبة وغريبة؟ لأن الآن الجماعة القضايا المذكورة بالبخاري ما يقدر يتخطاها، يقول لك رواية بالبخاري صحيح السنة ما أقدر أتخطاها، بينما أنت تجيني إلى رواية بالكافي في كتاب من لا يحضره الفقيه، في التهذيب، في الاستبصار، في كتاب البحار، كتب الحديث الأخرى اللي عندنا ما عندنا رواية بالضبط. نعم يعني ما عندنا عفوا كتاب بالضبط كل كله صحيح، كله خاضع للدراسة. فإذا صح سندا ما خلصت القضية، روح لمن؟ للمتن. حتى لو صح سندا، حتى لو نقول هذه الرواية رواها ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إلى الإمام، يقول لك هذا مو كافي، لازم شو نسوي؟ ننظر بالمتن. المتن إذا اشتمل على أمر مخالف لقضية قطعية يقينية من العقائد أو من الحقائق العلمية القطعية أو من القضايا العقلية القطعية، بعد ما أخذ به ما عندي مشكلة.
أوكل علم إلى أهله، جوز هذا الراوي سها، جوز الإمام كان عنده قصد آخر، أوكل علمه علما إلى أهله، فالمشكلة محلولة عندي. لكن المقابل شنو حله لما يجي إلى رواية ظاهرة النبي ينسى الوحي؟ شو يسوي له يعني؟ وهم ما تقبل التأويل، هو قاعد يقول أنا قاعد بالرؤية قاعد أشوف ليلة القدر، وأنا عرفت يا يوم يا ليلة واحد إجا قعدني نسيت، مع أن رؤيا الأنبياء شنو؟ وحي، رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وحي. زين، نرجع إلى ما نحن فيه. إذن إحنا ما نقدر نقول لا تحرك به لسانك، أنه النبي كان يحرك لسانه حتى لا ينسى الوحي. شنو المعنى؟ المعنى الله يقول له لا تبلغ قبل أن نأمرك بالتبليغ. قرآن تعرف أنت، تعرف، لكن لا تبلغ قبل أن نأمرك بالتبليغ. زين، السيد الطبطبائي قدس الله نفسه يقول لكن هذا النزول نعبر عنه النزول شنو؟ بشكل مجمل مو بشكل مفصل، بشكل محكم. شوف شو يقول الله عز وجل في سورة فصلت: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير عليم. يعني شنو المعنى؟ المعنى القرآن الكريم ماذا كان محكما، ثم الله عز وجل فصل وجزأ ونزله ماذا؟ مفصلا ومفرقا. في مرحلة الإحكام النبي عالم بها. سيد قل لي والروايات تقول اللي نزل إلى البيت المعمور، أقول لك سؤالها جوابها بسيط. ليش؟ لأن النبي ما محجوب عنا علم شيء في السماء أو في الأرض ما عدا شنو؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ذاك عدا الله، وإلا ما عدا ذلك من أبواب العلم شنو؟ ما محجوب عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما محجوب، بل هو قلبه هو البيت المعمور. هذا التفسير أهل البيت بالبيوت موجود عندنا، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. أكو فقيه من فقهاء العامة اسمه قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة كان فقيه بالبصرة من فقهاء العامة، توجه للإمام الباقر وعنده 40 مسألة لعله يحرج الإمام الباقر سلام الله عليه. لما دخل على الإمام قعد ارتبك الإمام باوع له، قال له شبيك شكو؟ قال له يا ابن رسول الله أنا جالست مالكا وجالست فلان وفلان من فقهاء الجمهور، ما دخلني مثل الذي دخلني وأنا بين يديك، أنا صار عندي ارتباك يعني. قال له تعرف ليش؟ قال لما؟ قال لأنك في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. قال صدقت يا ابن رسول الله، أما أنها ليست من حجر وطين. يعني هاي البيوت اللي الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع مو بيوت بنيان، وإنما ما هي قلوب الأئمة صلوات الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع. صدقت يا ابن رسول الله، أما أنها ليست من حجر وطين. ثم سأل قال له ما تقول في الجبن؟ الجبن شنو، حلال حرام؟ فتبسم الإمام قال رجعت مسائلك إلى هذا؟ كل الراحة منك ظلت مسائل، مسألة يعني وين 40 مسألة؟ رجعت مسائلك إلى هذا؟ أي على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه. فماكو منافات أن يكون القرآن نزل إلى البيت المعمور وأن يكون النبي قد علم به محكما مجملا، لأن قلب النبي مطلع عليه من؟ على البيت المعمور، ما محجوب عنه علم السماء والأرض، ما محجوب عنه. نعم محجوب عنه العلم الإلهي المختص بالله عز وجل المعبر عنه باللوح المحفوظ. زين، النقطة الأخيرة اللي أريد أتكلم عنها أنه تنزل الملائكة والروح فيها. هاي الآية المباركة اللي موجودة في سورة القدر، الإمام الباقر صلوات الله عليه يعبر عنها بأنها ماذا؟ أعظم دينكم. ليش؟ منو يا دينكم؟ دينكم أنتم الشيعة، لأنكم إن حاججتم بها فلجتم. شنو يعني فلجتم؟ خسرتم، صار لكم ماذا؟ حجة على الخصم. ليش؟
لأنه المعنى لما يقول الله تنزل الملائكة والروح فيها بمن؟ ليلة القدر. زين السؤال على من تتنزل؟ هو سؤال على من تتنزل هذه الملائكة؟ المن تجي يعني جاي يسوي ملائكة عتى التقديرات الإلهية الأرزاق والأعمار والما أدري شنو هاي التقديرات الإلهية لمدة سنة، هاي نازلة بيها المن؟ هي ما نازلة تنفذ، هي جايبة تقديرات بعد تنفيذها خلال سنة كاملة، لكن في هذه الليلة المن نازلة بهاي التقديرات؟ ملائكة المن تنزل بتلك التقديرات لأجل ماذا؟ ولذا هذا المعنى برواية عن الإمام الباقر يرويها عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ سورة القدر وعنده أبو بكر وعمر، فقال يا رسول الله ما أشد رقتك لهذه السورة؟ ما أشد رقتك عفوا لهذه السورة؟ التهنا هو يترق لها تقرأها بتخشع. قال لهم لما رأت عيني ووعى قلبي ولما يرى قلب هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام. قال وماذا رأت عينك وماذا وعى قلبك وماذا يرى هذا؟ هم سئلوا، فكتب لهم على الأرض تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم سألهم، الله يقول عز وجل كل أمر، أبقي شيء بعد هذا؟ يعني بقي من العلم شيء بعد ما قال كل أمر؟ قال لا. سألهم النبي النبي صلى الله عليه وآله، قال على من ينزلون بكل أمر؟ قالوا عليك يا رسول الله. قال فإذا أنا مت ليلة القدر بعد تجي لو ما تجي؟ قالوا نعم تأتي. قال فعلى من يتنزلون بكل أمر؟ قال لا ندري. قال إن لم تدريا فادريا إنهم ينزلون على هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فشنو الحجة في هذه الآية المباركة؟ أنه واحد ما يقول للملائكة يا أخي تتنزل بليلة القدر المن وين؟ شنو وين تروح يعني؟ تتجول بشوارع الأرض بمن؟ المن بالمقادير المن تنزل؟ هسه تنزل عتى زيارة لأهل الأرض، عتى أغراض تحققها آمنت بالله، لكن جاي تتنزل بكل أمر، المن تقضي كل أمر؟ تبلغ من بكل أمر؟ فما عندك إلا أن يقول كنت تبلغ القائم مقام النبي. كما كانت تتنزل على النبي لابد أن تتنزل علي من؟ على من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله. ولذا لما يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه، يسأل الإمام صلوات الله عليه يقول له أنتم تشوفون الملائكة من تدرون بالملائكة من ينزلون؟ تعلمون بالملائكة عندما ينزلون؟ قال لهم الإمام الباقر وكيف لا وإنهم ليطوفون بنا. شلون ما ندري وهم يطوفون بنا؟ أكو حكاية آخر شيء أذكرها، نقرأ بعض الروايات أن ليلة القدر فاطمة صلوات الله عليها، وأن من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك شنو؟ ليلة القدر. العلماء يوجهون هذا المعنى بهذا التوجيه، يقول هذا على نحو التشبيه، أما على نحو التفسير الباطن كما ذكرنا قبل قليل هذا تفسير خلاف الظاهر يرجع به إلى المعصوم، وأما على نحو التشبيه يعني هناك جهات للشبه بين الزهراء وبين ليلة القدر، ومن أوضح وأظهر جهات الشبه أن ليلة القدر سر من أسرار الله ما مبينة، والزهراء صلوات الله عليها سر من أسرار الله، لكن هذا السر الإلهي اللي ما عرفوا قدره ولا عرفوا قيمته بأي نحو من الأنحاء تعاملوا معه. عظم الله أجوركم، ما انقضى المختار حتى أقبلت أصحابه نحو البتولة هاجمة، فبصدرها المسمار غاص وضلعها رضت والهف العلوج الآثمة،
عجبا لصبر المرتضى آل مصابها ماذا عرأه فلم يجرد صارمة تقل أبويا من غبت يا سيد البرية ردت أصحابك جاهلية ولد أرجون شلون جاية قدامهم نسل الدعية ورا الباب لما نهجس بي بويا عصرني وطحت فوق الوطية سقطت الزهراء خلف الباب وخرجوا بالإمام ملببا بنجاد سيف عظم الله أجوركم أغمي على الزهراء أقبلت إلي ابنتها زينب أمطرتها بدموعها فتحت الزهراء عينيها بني زينب أين أبوك قالت أما خرجوا بي إلى المسجد عظم الله أجوركم خرجت خلف الإمام ويل تالي هالشجان وزاد همي وهيج الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يا مصاحة الزغرة يا خلوا عن ابن عمي صاح الرجيس يا قنفذ ولك بس اطرد ليها رد ليها وروعها ولوعها وتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لو خلوا على الكرار لتيتمون أولادي جرى ما جرى على الزهراء هذه الزهراء نعم في آخر ساعاتها توصي بوصاياها روح من الهضم خلصايت عمر اليوم تالية أريد الحق ببوي اليوم وحشي الأشجار علي لكني أريد أصيك يا كرار بوصية عدوانك الهضموني ما أريد أن يحضروني والقبر يشيعوني غسل لبس واد الليل يا كرار ودفني كما أوصت الإمام غسلها ليلى وكفنها ليلى يقول قبل لا ألف الكفن صحت حسن حسين زينب أم كلثوم هلموا تزودوا من أمكم هذا آخر الوداع يقول الإمام لما أذنت لهم كسر خاطري حسين سقط على صدر فاطمة وصاح يا أماه إنك كسرت ظهري وقطعت قلبي يا حبيبتاه أقسم عليك بجدي رسول الله كلميني قال الإمام والعيش الذي عاشه رسول الله سمعت فاطمة حنت وأنت ورأيتها فتحت باعها وضمت الحسنين إلى صدرها حتى سمعت هاتفا في السماء يقول يا علي نح الحسنين إنهما أبكى يا ملائكة السماء إقل يما يما جاوبي نال ابنك حسيا أول مصابيك يا يما تهمل العين تواني تواني يا يما لا ترحلي أقول السماء تضج الملائكة تضج لأن الحسين على صدر أمه فاطمة نعم واللي يوخر من عتها على ابن أبي طالب بإيد الرفيقة ماذا صنعت الملائكة
عندما سقطت بنت الحسين على صدره وأقبل إليها الطغاة بالسياط، نعم رفعوها من الحسين بالسياط، فقامت وهي تقول بلسان الحال: يا والدي يا والدي مني ايش عذرك، بويا يضربني الشمر وانا بكتر. توجهوا الى القبلة جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. ضعوا المصاحف على الرؤوس. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بعلي، 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 بفاطمة، 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 بالحسن، 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 بالحسين، 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 بعلي بن الحسين، 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 بمحمد بن علي، 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 بجعفر بن محمد، 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 بموسى بن جعفر، 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 بعلي بن موسى، 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 بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي،
بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 اللهم بحق لا إله إلا أنت اجعلنا في هذه الليلة من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن يناله دعاء إمامنا القائم صلواتك وسلامك عليه اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ثبتنا على الهدى ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم وفق ولاة أمورنا لخدمة العباد والبلاد وانتقم من أهل السرقة والفساد إلهي بحق لا إله إلا أنت يا كريم غير سوء حالنا بحسن حالك اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اكشف كروبنا اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها اشف المرضى خصوصا من أوصونا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وعافهم بمعافاتك من أوصانا بالدعاء بالتوفيق وفقه لكل خير يا رب العالمين تقبل مني ومن الأخوة الحاضرين والسامعين والمؤسسين وإلى أمواتنا وأمواتكم جميعا شيعة أمير المؤمنين أرواح العلماء العاملين الشهداء السعداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.